السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا الغالي كيف حالك؟ الحمد لله. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا شيخنا. ولك بمثل. تفضل. شيخنا بعض الناس يحدث بينهم خلاف خصومة، فيأتي من يصلح بينهم فيقول أحد المتخاصمين لن أتصارع معه ولو سيدخلني ربي جهنم، ما حكم هذا الكلام يا شيخ؟ كلام ضلال وكلام كفر. هل يعتبر كفرا؟ يعني كلام كفر، لكن تنزيله على الشخص ان الشخص اصبح كافرا يحتاج الى وقفة، لكن الكلام نفسه كلام كفر. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك. ما يكم.